عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات أولى ثانوي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. أنا ميسيو خالد وأنت على قناة ميسيو أونلاين. درس النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الثاني من الوحدة الثالثة على منهج أولى ثانوي، الترم الثاني. درس النهاردة مهم جدا لأن هنتكلم فيه عن الساعة، وإزاي تسأل حد عن الساعة، وإزاي لو حد سألك عن الساعة تجاوبه. يلا نبدأ، بسم الله. الجزء الأول في درس النهاردة هو لي ماتيير سكولير، المواد الدراسية. أول مادة عندي لاراب، لاراب اللي هو العربي، لونجولي الإنجليزي، لو فرونسي الفرنساوي، لالمون الألماني. كل اللغات يا شباب ناخد بالنا إن هي مذكرة، كل اللغات مذكرة. لا فيزيك الفيزياء، لا شيمي الكيمياء، لي ماتيماتيك، ماتيماتيك اللي هو الرياضيات واختصارها لي مات، لي سيونس دو لا في اي دو لا تير، علوم الحياة والأرض واللي اختصارها اس في تي. نكمل المادة اللي بعد كده، الاستوار اللي هو التاريخ، الاستوار، لا جيوغرافي الجغرافيا، لا فلسفي الفلسفة، لوديكاسيون ميوزيكال التربية الموسيقية، لا تكنولوجي التكنولوجيا أو الكمبيوتر، ليزارت بلاستيك، ليزارت بلاستيك اللي هو الفنون التشكيلية. واخد بالي إن المادة ديت مذكرة زيها زي اللغات، أما باقي المواد فهي مؤنثة. لوديكاسيون فيزيك اللي هي التربية الوطنية، ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف التربية البدنية والرياضية. نكمل، بيقول لي خلي بالك ان هنا في بعض الاختصارات، يعني في مواد مختصرة. تمام، ليمات اللي هي الرياضيات، وكانت اختصار لكلمة ماتيماتيك اللي هي الرياضيات، وخلي بالي ان هي بتنتهي بالاس في الاختصار كمان. لا جيو، لا جيو يعني جيوغرافي اللي هي الجغرافيا، لي اس في تي، اس في تي اللي هي سيونس دو لا في اي دو لا تير، علوم الحياة والأرض. لا تكنو، التكنو ده هو ايه؟ هو التكنولوجيا او التكنولوجي اللي هي مادة الكمبيوتر. لا فيلو، لا فيلو اللي هي فيلوسوفي اللي هي الفلسفة. اما الـ او بي اس اللي هي ايديكاسيون فيزيك اي سبورتيف اللي هي مادة الالعاب. من الاخر بيقول لي خلي بالك للتعبير عما نحب او نكره اي مادة من المواد الدراسية بنستخدم الافعال الدالة على الميول، ويأتي بعدها اسم المادة مسبوق باداة معرفة. يعني لو قلت ادوري يعني اعشق، ايمي يعني احب، بريفيري افضل، ديتستي اكره. كل ما اقول حاجة من دول اقول وراها اداة من ادوات المعرفة، وعلى حسب المادة مذكر ولا مؤنث، مفرد ولا جامع. تعالوا نشوف، جيم لو فرونسي، انا بحب الفرنساوي. هنا خدت لولا يا استاذ عشان الفرنسي مفرد مذكر، ده في اس في الاخر يا استاذ. لا، الاس دي مش بتاعه الجامع، الاس دي اصليه اصلا موجوده في الكلمه كده. يبقى جيم لو فرونسي، يبقى انا خدت هنا ايه؟ فيرب ايمي، جه وراه اداه معرفه، وعشان كده لما اجي في الجمله ديت واقول جو نيم با لو فرونسي، انا ما بحبش الفرنساوي، اللوت النا زي ما هي، لان ادوات المعرفه لا تحول عند النفي، اما اللي بيتحول هو ادوات النكره، وإيمي ما بياخدش أدوات نكرة. جو ديتيست لا جيوغرافي، أنا بكره الجغرافيا. هنا خدت لا ليه يا أستاذ؟ عشان جيوغرافي مادة مؤنثة. للسؤال عن المادة الدراسية المفضلة بالنسبة لك تقول إيه؟ تقول كيل ماتيير تو بريفير، كيل ماتيير تو بريفير، أي مادة أنت تفضل. ليه خدت كلمة وقول لي يا أستاذ؟ عشان عندي كلمة ماتيير كلمة مفرد مؤنث، فبالتالي آخد كلمة قولين. نكمل، هنا الجزء الثاني عندي هو ايام الاسبوع. طبعا احنا خدناها في الترم الاولاني او معظمنا عارفها او حافظها. لا سومينون جيبت الاسبوع في مصر، الاسبوع في مصر يا شباب بيبدا يوم السبت، سامدي، سامدي يعني السبت، ديمونش، ديمونش الاحد، لاندي، لاندي الاثنين، ماردي، ماردي الثلاث، ميركوريدي، ميركوريدي الاربعاء، جودي، جودي الخميس، فوندردي، فوندردي الجمعة. ألاحظ إن كل الأيام الشباب انتهت بحرف الدي إي أو الدي أي إلا ديمونش بدأ بيهم. أوكي، لا سومين أون فرونس، الأسبوع في فرنسا، لاندي، مغدي، ميركودي، جودي، فوندردي، ساندي، ديمونش. نقول تاني، لاندي، مردي، ميركودي، جودي،
فوندريدي سامدي ديمونش. طيب هنا بيقول لي اون ايجيبت في مصر لا سومين كومونس لو سامدي، الاسبوع بيبدا يوم السبت، لو فوندريدي يوم الجمعه، سي الويك اند بيكون الاجازه. اون فرانس في فرنسا لا سومين كومونس لو لاندي، بيبدا يوم الاثنين، لو سامدي اي لو دومونش السبت والحد، سي الويك اند بيكونوا العطله الرسميه في فرنسا. نكمل. بيقول لي خلي بالك تسبق أيام الأسبوع بأداة التعريف لو أو ليه للدلالة على التكرار، تمام، وتستخدم عند الحديث عن جدول الحصص. يعني مثلا لما أقول لك لو لاندي، لما تلاقيني بقول لو لاندي يعني الاثنين، بس مش معناها اثنين واحد بس، كل يوم اثنين أنا عندي حصة فرنساوي، هي بتساوي تو لي لاندي كل يوم اثنين برضه، وبتساوي كمان شاك لاندي، كلمة شاك بتساوي كلمة تو. طب ايه الفرق ما بينهم؟ إن تو بتاخد أداة، أما شاك بتيجي بدون أداة، والاثنين بمعنى كل، تمام. هنا بقول لي جي فرونسي لو لاندي، انا عندي فرنساوي يوم الاثنين، جي فرونسي تو لي لاندي برضو عندي فرنساوي كل اثنين، جي فرونسي شاك لاندي انا عندي فرنساوي كل اثنين، او عندي حصة فرنساوي كل يوم اثنين. يعني الثلاث جمل دول متساويين في المعنى. طيب انا عايز اسال عن جدول الحصص، اقول ايه؟ كيل جور تو يا فرونسي، كيل جور تو يا فرونسي، اي يوم انت عندك فرنساوي. ليه خدنا كلمة وإل واحدة؟ عشان عندي جور مفرد مذكر. طب عايز أسألك عن يومك المفضل، فبقول لك كيل جور تو بريفير، أي يوم أنت تفضل، فهتقول لي يوم الأجازة طبعا، كيل جور تو بريفير. نكمل. الجزء ده يا شباب جزء مهم جدا، وهو الحديث عن الساعة، وإزاي أسأل حد عن الساعة، وإزاي أجاوب حد لو سألني عن الساعة. عشان تسأل حد عن الساعة تقول له كيلير إيلي، كيلير إيلي، كيلير إيلي. وفي حاجات تانية، أيوة كيلير وتيل، إن أنا أخلي الإي تسبق الإيل وأحط ما بينهم شرطة ويبقى نطقها كيلير وتيل. طيب هنا كيل يا أستاذ جت بإيلين ليه؟ عشان وراها الساعة، والساعة مؤنثة، كلمة إير كلمة مؤنثة، يبقى لازم أخد كيلم وإيلين. طب أمال إيه يا أستاذ إيلي ديت؟ إيل ديت بتدل على المذكر، ديت إيل دي بتاعت إيه؟ يقصد بيها يا شباب الوقت، يقصد بيها الوقت، والوقت مذكر للطون اللي هو الوقت. يبقى عشان اسال حد عن الساعه اقول له ايه؟ كيلير إيلي، كيلير إيلي، كام الساعه. طب عشان اجاوب هبدا بايه؟ هبدا بإيلي، إيلي اللي هي تحت ديت اللي انتهى بها السؤال، انا هبدا بيها، خدها كده قاعده، اخر كلمتين انتهى بيهم السؤال انا هبدا بيهم، واقول له إيلي، إيلي ويتير، الساعة بتكون 8. بس خلي بالي إن أنا عندي نوعين اتنين من الساعة، ساعة اسمها رسمية لير أوفيسيال يعني ساعة رسمية، ولير كورونت يعني ساعة العادية. إيه الفرق ما بين الاتنين دول يا شباب؟ الساعة الرسمية ديت هي عبارة عن 24 ساعة، تعد من واحد لغاية ما توصل 24، مفيش رقم منهم متكرر تاني، تمام؟ ودي بنستخدمها فين؟ في محطات القطر، في محطة القطر، وفي المواني، وفي المطارات، وفي المصالح الحكومية، وبنذكر فيها الدقايق يا شباب. يعني ايه بنذكر فيها الدقايق؟ يعني انا مثلا عايز اقول الساعة 1:15، ما اقولش 1:15، اقول 1:15 دقيقة، 1:20 دقيقة، 1:30 دقيقة، عكس الساعة العادية احنا بنتحدث فيها ما بين بعضنا، يعني الناس مع بعضها، تمام، وبتبدأ من الساعة 1 لغاية الساعة 12، وبعدين نرجع نعيد تاني من 1 ل 12. بس في الحالة دي لازم نذكر احنا فاني فترة من اليوم، دو ماتان في الصباح، دو لابري ميدي بعد الظهر، دو سوار في المساء. فانا لازم اقول الساعة واقول وراها فترة زمنية، ليه؟ عشان الرقم بيتعاد مرتين اتنين، وانا مش عارف انت تقصد بيه الفترة الزمنية انهين، الصبح ولا بالليل. طيب وبنستخدم فيه كلمة دومي يعني نص، وكلمة كار يعني ربع. يعني ممكن اقول لك الساعة 1:30 عادي، وممكن اقول لك الساعة 1:15 عادي، وواحدة الا ربع برضو عادي، تمام، عكس الساعة الرسمية. طيب تعالوا كده ناخد الساعات دي مع بعض ونشوفها. إيلي ويتير، الساعة بتكون 8. هنا كلمة ويت الساعة جت وراها جمع، ما جتش مفرد. ليه يا أستاذ؟ الساعة ما تجيش مفرد غير في حالة واحدة بس، الساعة 1 إينير، إينير، ماشي. أما لما تيجي عدد تاني من أول اتنين لغاية الـ24 باخد إير جمع وأحط فيها الإس اللي في الآخر دي، تمام. طيب نفس الحكاية هقول هنا ويتير دو ماتان، الساعة 8 صباحا. ليه يا أستاذ؟ عشان هنا في نفس الموضوع ده
هينذكر الساعة 8 مساء، فبالتالي لازم أوضح لك هي 8 صباحا ولا 8 مساء. أما الأولى دي الرقم 8 ده مش هينذكر غير مرة واحدة بس. ليه؟ لأن الساعة 8 مساء بتساوي 20. افهم كده كويس. طيب ويتير ديس يعني الساعة 8 و10 دقايق، ويتير ديس برضه في الساعة العادية. طيب ويتير كانز الساعة 8 و15 دقيقة، ويتير اي كار هنا اختلفت بقى، 15 قلتها في الرسمي، اما في الساعة العادية قلت ايه وربع. اي كار اي يعني وي، وكار يعني ربع، تمام. طيب ويتير ترونت الساعة 38 دقيقة، ويتير ادومي الساعة 8 ونص. الاحظ ان انا خدت ايه، مرة اي كار ومرة ادومي وما استخدمتش الدقايق خالص. طب الساعة ويتير كارونت الساعة 48 دقيقة، قال لي هنا نفير موا فان الساعة 9 إلا 20 دقيقة، إلا كلمة موا يعني إلا، تمام. طب نكمل ويتير كارونت سانك الساعة 8 45 دقيقة بتساوي نفير موا لوكار الساعة 9 إلا الربع. ولاحظ إن أنا استخدمت أداة المعرفة لو قدام كلمة كار إلا الربع، رغم إن أنا ما استخدمتهاش مع وربع، لأن هنا بقول وربع مش والربع، إنما تحت بقول إلا الربع، الربع، فاستخدمت ألف ولام أعوض عنها باللو اللي هي أداة المعرفة. نكمل. طب نيجي بعد كده ويتير سانكونت سانك الساعة 8 55 دقيقة بتساوي نفير موا سانك الساعة 9 إلا 5، هتبقى هنا برضو إلي دوزير. دوزير يعني الساعة كام؟ الساعة 12، تمام. الساعة 12 ظهرا هنا. ليه مش بالليل يا أستاذ؟ لأن بالليل حاجة تانية، رقم تاني مش نفس الرقم. أما هنا ميدي، ميدي يعني برضو الساعة إيه، 12، بس 12 ظهرا. طيب نيجي تاني كانزير. كانزير يعني الساعة 3. يا أستاذ ده قال لي 15. أيوة، ما هي الساعة 15 هي الساعة 3 بعد الظهر، اللي بتساوي تروازير دو لابغي ميدي، الساعة 3 بعد الظهر. شفتوا هنا إيه؟ الفترة الزمنية دو لابغي ميدي بعد الظهر. طيب نكمل فان دو زير. فان دو زير يعني الساعة 22. الساعة 22 هي الساعة دي زير دي سوار، الساعة 10 مساء. طيب زيرير الساعة كام؟ الساعة 0. يقصد بالساعة 0 ديت يا شباب اللي هي 24. فان كاتر طيب بتساوي ايه في الساعة العادية؟ من وي إليه، من وي لما أقول لحد إليه من وي يعرف إن إحنا في منتصف الليل، الساعة 12 نص الليل. طب إليه دي الساعة 12 ظهرا. وصلت؟ يبقى هنا بستخدم 24 ساعة، هنا بستخدم 12 ساعة، لكن بعد منها فترة زمنية أو بوضح الفترة اللي موجودة في اليوم بتاعتها، سواء كانت متان دو لابغي ميدي أو سوار. كمل. طيب هو أنا أقدر أسأل عن الساعة إزاي يا شباب؟ دول ثلاث أسئلة نفس الكلمات بالظبط بس بيتغير أماكنهم. إلي كولير، إلي كولير يعني الساعة كام؟ طبعا إلي بتيجي ديت في الأول أو في الآخر، وهنا مفرد مذكر وبتدل على الزمن، تمام. اما كيلير فهنا كيل مؤلين عشان اير مفرد مؤنث. الثانيه كيلير لي، كيلير لي نفس الحكايه. والثالثه كيليروتيل، كيليروتيل التي نطقت هنا عشان جه بعد منها حرف متحرك فقلت كيليروتيل. الثلاثه دول يا شباب معناهم كام الساعه. طب لما اجي اجاوب اقول اي لي، ابدا من هنا اي لي واقول الساعه على طول في اي سؤال من الثلاثه، تمام. نكمل. هنا بيقول لي خلي بالك عند الحديث عن الساعة بنستخدم إيل اللي هي ديت يا شباب. إيلي يقصد بيها الوقت، إيلي ديزير الساعة 10. طيب بنستخدم في الساعة العادية إيه، كلمة وا بمعنى وا مع الربع والنص، وبنستخدم موا بمعنى إلا. يعني هنا الساعة 10 و15 دقيقة، أقول إيه إيلي ديزير إيه كار الساعة 10 وربع، وربع. طب هنا 9 45 دقيقة اللي هي 10 إلا ربع، فأقول إلي ديزير موالو كار الساعة 10 إلا الربع، استخدمت لو بعد كلمة موا. طيب هنا بيقول لي كلمة دومي، كلمة دومي ديت لها حدوتة كبيرة يا شباب، ركزوا معايا سهلة جدا. كلمة دومي لو جت بعد الاسم
تتبع الاسم، لو الاسم مذكر تكون مذكرة، لو الاسم مؤنث تكون مؤنثة، بس بشرط ان هي تيجي بعد الاسم. طيب امال لو جت قبل الاسم يا استاذ؟ تأتي مفرد مذكر دائما، نحفظها كده. دومي اذا اتت بعد الاسم تتبع الاسم، اذا كان الاسم مذكر فبتكون مذكرة، اذا كان مؤنث فبتكون مؤنثة. طب لو جت قبل الاسم لازم تكون مفرد مذكر دائما. وخلي بالك ان كلمة دومي ما بتنجمعش، يعني هي معناها نص، لو جمعتها هتبقى انصاص. طب ما انت لو جمعت نصين هيبقوا واحد، هتقول انصاص ليه؟ فخلي بالك من النقطة دي كويس قوي. بيقول لي كلمة دومي تأتي مذكرة بعد كلمتي من وي ومدي. لا، هي بتيجي مذكرة بعد، هي بتيجي لو جت بعد أي كلمة مذكرة فهي بتيجي مذكرة، ولو جت بعد أي كلمة مؤنثة فهي بتيجي مؤنثة. وإذا جت إيه؟ قبل كلمة إير. لا برضو، لو هي جت قبل أي اسم فهي بتيجي مفرد مذكر على طول. تعالوا نشوف إلي مدي إيدومي. الساعة بتكون 12 ظهرا ونصف، كلمة مدي كلمة مذكرة، فبالتالي يجي وراها دومي مذكرة. دومي مذكرة ازاي يا استاذ؟ يعني اخرها اي اللي هي اي دي ديت، انما المؤنثة بنضيف لها او كمان. طيب الي من وي اي دومي، الساعة 12 منتصف الليل ونص. طب من وي ده اهي مفرد مذكر، عشان كده دومي جت وراها مفرد مذكر. لو بريمير كور كومونس دون دون سين دومي اير. الحصة الأولى هتبدأ في خلال نصف ساعة. كلمة دومي جت هنا مذكر، ليه يا أستاذ؟ عشان هي سبقت الاسم. دومي قبل الاسم تأتي دائما مفرد مذكر، بس كده. بيقول لي وتأتي دومي اللي هي مؤنثة اهي اللي آخرها إيه بعد كلمة إير ولكن لا تجمع. إليتينير إي دومي. الساعة بتكون واحدة ونص. كلمة ونص هنا جت مؤنثة عشان تبعت كلمة إير، وكلمة إير مؤنثة. إلي سانكير إي دومي. كلمة نص هنا جت مؤنثة عشان تبعت كلمة إير، وكلمة إير مؤنثة. طب ما هي إير جمع يا أستاذ؟ ماليش دعوة، ما هي دومي ما بتنجمعش. بيقول لي إن الساعة بتكون 5:30. يبقى نقولها تاني، دومي لو جت بعد الاسم بتتبع الاسم، لو مذكر بتكون مذكرة، لو مؤنث بتكون مؤنثة، أما لو أتت قبل الاسم فبتأتي دائما مفرد مذكر، بس كده. رقم 4، بنستخدم الساعة عند الحديث عن جدول المواعيد. جاريفو لسي اسيتير سان كونت. أنا بوصل المدرسة الساعة 5، الساعة 57 دقيقة. جو ترمين أ 14، يعني أنا بخلص الساعة 14، اللي هي الساعة كام يا شباب 14 دي؟ شيل منها 12 هيبقى لك 2، يبقى الساعة 2 بعد الظهر. جي أنجولي أ ديزير لولاندي. أنا عندي إنجليزي الساعة 10 يوم الاثنين. أظن كده الساعة وضحت، نكمل. عندي جزء رابع في درس النهاردة اللي هو الانتريجاسيون اللي هو الاستفهام. كيل بمعنى أي أو ما. يا شباب إحنا خدنا كيل دي قبل كده، لها أربع أشكال، كيل مؤل واحدة وكيل مؤلين، وكل مؤل واحدة بالإس وكيل مؤلين بالإس. كيل ده هي بمعنى أي أو ما. إمتى يبقى معناها أي؟ لو جه وراها اسم. إمتى يبقى معناها ما؟ لو جه وراها فيرب إتر. بيقول لي هنا كيل زائد اسم مفرد مذكر. كيل جور تو يانجولي. اي يوم انت عندك انجليزي؟ قال له جينجولي لو ماردي. انا عندي انجليزي يوم الثلاث. كيل جور تو يامات. اي الايام انت عندك ايه؟ انت عندك رياضيات. وخلي بالي ان هنا كيل بيجي وراها جمع مذكر، وكلمه جور هنا جمع مذكر. جي مات لو ماردي لو ميركوردي اي لو جودي. انا عندي رياضيات يوم الثلاث ويوم الاربع ويوم الخميس. طيب كلمة مؤلين بيجي وراها اسم مفرد مؤنث. كلمة يير بريفير تو، أي مادة أنت تفضل؟ قال له جو بريفير لو فرونسي، أنا بفضل الفرنساوي. طيب كيل مؤلين بالإس بيجي وراها اسم جمع مؤنث. كلمة يير بريفير تو، أي مادة أو أي المواد أنت تفضل؟ جو بريفير لو فرونسي إي لي مات. لازم أجاوب بالجمع يا شباب، فهنا قال له أنا بحب الفرنساوي والرياضيات. تمام؟ نكمل. بيقول لي في هنا سؤال اسمه اكولير. اكولير يعني في اي ساعة. في كل اي اير ساعة، في اي ساعة. ده لما اسألك عن وقت محدد بقول لك في اي ساعة انت بتذهب الى المدرسة، لازم تجاوبني وتقول لي انا بذهب الى المدرسة في تمام الساعة كذا. هنا بيقول لي اكولير تو يريف اوليسي، في اي ساعة انت تصل الى المدرسة. فقال لي جريف اوليسي، انا بوصل المدرسة اويتير الساعة 8. ألاحظ إن حرف الجر جه عندي قبل الإجابة،
طالما جه قبل السؤال. بيقول لي خلي بالك ان كلمة اير تأتي دائما في السؤال بصيغة المفرد حتى لو كنت بجاوب عن الجمع. يعني انا بسألك بقول لك في اي ساعة مش في اي الساعات، وما بسألك بقول لك كام الساعة مش هقول لك كام الساعات. بسيطة جدا، انت بتجاوبني بالجمع عشان قدامها عدد. هنا بيقول لي تسبق الساعة بحرف الجر اه عند الاجابة، زي ما خدنا هنا بالظبط يا شباب. انا قلت لك في اي ساعة، ما اقدرش اقول في اي ساعات. ليه؟ انا بقول لك في اي ساعة انت بتروح. طيب هنا خدنا حرف الجر اه مع السؤال، خدناه مع الاجابة. نكمل. أداة الاستفهام اللي بعد كده كون. كون بمعنى متى، ودي بتسأل عن فترة زمنية غير محددة بساعة، فترة زمنية مش متحددة بساعة. طيب كون تو فا او سيلف، متى أنت تذهب إلى المطعم؟ فهنا قال لي جو في او سيلف أ ميدي، أنا بروح المطعم ظهرا في وقت الظهر يعني. وممكن يقول لي في أي يوم، ممكن يقول لاندي ماردي أي يوم. تمام. طيب هنا عندي كيو. كيو ده هي بتسأل عن مفعول به مباشر غير عاقل. يعني إيه مفعول به مباشر؟ غير يعني مفعول به مش قدامه حرف جر، يبقى كده مباشر. طب امال المفعول الغير مباشر هو ايه؟ هو المسبوق بحرف جر. طيب وغير عاقل اكيد كلكم عارفين يعني ايه غير عاقل. كي تو يا لو لاندي، ماذا لديك يوم الاثنين؟ قال له جي كور دو فرونسي، انا عندي حصه فرنساوي. تعال نعربها كده. الجي ابوستروف ديت جو فاعل، ضمير فاعل، يبقى ده الفاعل. وايه ديت فيرب افوار، يبقى فعل. كور دو فرونسي مفعول، مفعول به. طب مفعول به عاقل ولا غير عاقل؟ الحصة غير عاقل. تمام. طب مباشر ولا غير مباشر؟ طبعا مباشر، ما انسبقش بحرف جر، ما فيش حرف جر قدامه، يبقى هو مفعول به مباشر. طيب الأداة اللي بعد كده كومبيا دو، كم عدد؟ كومبيا دو، القاعدة بتقول كومبيا زائد دو زائد اسم جمع، أو كومبيا زائد دي أبوستروف زائد اسم جمع. لو الاسم الجمع بادئ بحرف متحرك آخد دي أبوستروف. هنا بيقول تو يا كومبيا دور دو اس في تي بار سومين، انت عندك كام ساعة من العلوم في الاسبوع؟ يعني انت بتاخد كام ساعة في مادة الجيولوجيا او العلوم في الاسبوع؟ فهنا قال له جي تروازير، انا عندي 3 ساعات او باخد 3 ساعات دو اس في تي بار سومين من العلوم في الاسبوع او اسبوعيا. يبقى ناخدها تاني، كومبيا زائد دو زائد اسم جامعة. نلاحظ ان اللي جه هنا اسم جامعة اهوت اللي هو اير. تمام. وفي الاجابة برضو كان عندي اير. اوكي نكمل. الجزء اللي عندي بعد كده هو التواصل، وبيقول لي الحديث عن جدول الحصص بور بارلي دو لومبلوا دي تون، عشان تتكلم عن جدول الحصص بتاعك. تقول كومبيا دو تو يا فرونسي بار سومين، يعني انت عندك كام ساعة فرنساوي في الاسبوع؟ فقال له جي فرونسي تروازير بار سومين، انا عندي 3 ساعات فرنساوي في الاسبوع. السؤال الثاني كيل ماتيير تو يا لو ماردي، اي المواد عندك او لديك يوم الايه؟ يوم الثلاث. انا جي فرونسي انجولي مات اي او بي اس، انا عندي فرنساوي وانجليزي ورياضيات وكمان العاب. سأله سؤال كمان قال له كيل جور تو يا مات، في اي يوم او اي الايام انت عندك ايه رياضيات؟ فقال له جي مات لو لاندي لو ماردي اي لو جودي، انا عندي رياضيات يوم الاثنين ويوم الثلاث وكمان يوم الخميس. نكمل. هنا بيقول لي بور دو موندي اي دير لير، للسؤال والحديث عن الساعه كيليري لي، كم الساعه؟ قالت له اي لي ميدي اي دومي، الساعه 12 ظهرا ونصف. طيب هنا بور دو موندي لير ده رونديفو، للسؤال عن ميعاد موعد ما، عشان اسالك عن ميعاد حاجه. فهنا قال لي اكيلير نو زافون رونديفو، في اي ساعه احنا عندنا موعد. قال له اديزير اي دومي، الساعه 10 ونص. الاحظ ان النص جت هنا جمع مؤنث عشان هي جت بعد كلمه اير. طب لو جت قبلها تبقى مفرد مذكر واشيل الاخيره. نكمل. هنا عندي مواقف سيتياسيون. الموقف الاولاني بيقول تو دوموند لير كيس كي تو دي، انت بتسأل عن الساعة ماذا انت تقول. كيلير تيل كم الساعة، إلي كيلير كم الساعة، تو يا لير هل لديك ساعة او انت معاك ساعة. لما اقول لحد انت معاك ساعة يبقى انا قصدي ايه؟ عايز اعرف منه الساعة. الموقف الثاني تون امي تو دوموند دي لير كيس كي تو دي، صديقك بيسألك عن الساعة ماذا انت تقول. هتقول له إلي سيتير اي دومي، الساعة 7:30، إلي ويتير موا لوكار، الساعة 8 الا الربع،
إلي سان كير بيل الساعة 5 بالظبط. رقم 3 بوردو موندي أ تون كامراد دو كلاس سا ماتيير بريفيري كيسك تدي. لكي تسأل صديقك في الفصل عن مادته المفضلة ماذا أنت تقول؟ هتقول له كيل ماتيير تو بريفير أي مادة أنت تفضل، تا ماتيير بريفيري سيكوا مادتك المفضلة ماذا تكون، كيلي تا ماتيير بريفيري ما تكون مادتك المفضلة، جيم لستوار إتوا أنا بحب التاريخ وأنت. رقم 4 تون أمي تو دو موند تا ماتيير سكولير بريفيري كيسكي تو دي. صديقك بيسألك عن مادتك عن مادتك الدراسية المفضلة ماذا أنت تقول؟ جو بريفير لو فرونسي أنا بفضل الفرنساوي، لو فرونسي سي ما ماتيير بريفيري الفرنساوي مادتي المفضلة، لو فرونسي سي سوبر الفرنساوي بيكون رائع. يا واد يا رائع. نكمل. 5 تو اكسبريم تي جو اليكول كيس كي تو دي. انت بتعبر عن ذوقك المدرسي ماذا انت تقول؟ جيم لا شيمي انا بحب الكيمياء، جادور ليزار بلاستيك انا بعشق الار بلاستيك اللي هو الفنون التشكيليه، جو دي تيست لونجلي انا بكره الانجليزي، لي اس في تي اللي هي علوم الحياه والارض، سي ما ماتير بريفيري مادتي المفضله. رقم 6 بور سانفورمي سور لو جور كيس كي تو دي. انت بتستعلم عن اليوم ماذا انت تقول؟ كيل جور سومنو في اي يوم نحن نكون او اي يوم نحن نكون، نو سوم كيل جور احنا بنكون اي يوم، اوني كيل جور احنا بنكون اي يوم. 7 بور دوموندي اتونامي كون سون ويك اند اي كيس كي تو دي. هنا بيقول لي لكي تسال صديقك عن متى يكون الويك اند بتاعه ماذا انت تقول؟ انت هتقول ايه؟ كيل لو جور دو تون ويك اند ما يكون يوم عطلتك، كل جور تو يا كونجي في أي يوم أنت بتكون عطلة أو لديك عطلة. 8 تون أمي فرونسي تو دوموند لو ويك إند أون إيجيبت كيس كي تو دي. صديقك الفرنسي بيسألك عن الويك إند اللي هو العطلة في مصر ماذا أنت تقول؟ لو فوندوريدي سي لو ويك إند يوم الجمعة هو يوم العطلة، أون إيجيبت لو فوندوريدي إيتان جور كونجي دو كونجي في مصر يوم الجمعة بيكون العطلة. نكمل. رقم 9 tu demandes à ton ami français le début de la semaine en France. Qu'est-ce qu'il dit? انت بتسأل صديقك الفرنسي عن بداية الأسبوع في فرنسا ماذا هو يقول؟ Le lundi c'est le premier jour de la semaine en France. بيقول لي الاثنين بيكون اليوم الأول في الأسبوع في فرنسا. En France la semaine commence le lundi. في فرنسا الأسبوع بيبدأ يوم الاثنين. 10 tu demandes à ton ami son emploi du temps. كيس كي تو دي. انت بتسأل صديقك عن جدول مواعيده او جدول حصصه ماذا انت تقول؟ كل جور تو يا انجلي اي يوم انت عندك انجليزي، كل ماتير تو يا لو ماردي اي المواد لديك يوم الثلاث، كوم بيا دو جور تو يا مات كم يوم انت عندك رياضيات، اكيلير تو يا اس في تي لو لاندي في اي ساعة انت عندك علوم الحياة والارض او جيولوجيا يوم الاثنين. نكمل. رقم 11 تو دوموند ا تون امي لو نومبر دو سي كور اجوردوي كيس كي تو دي. انت بتسال صديقك عن عدد الحصص بتاعته النهارده ماذا انت تقول؟ كومبيا دو كور ا تو اجوردوي كم عدد الحصص اللي عندك النهارده؟ كيلي لو نومبر دو تي كور اجوردوي ما يكون عدد الحصص اللي عندك النهارده؟ 12 tu parles de ton emploi du temps qu'est-ce que tu dis انت بتتكلم عن جدول حصصك ماذا انت تقول؟ جي سي كور بار جور انا عندي 6 حصص يوميا، جي 4 اور دونغلي بار سومين انا عندي 4 ساعات انجليزي في الاسبوع، جي فرونسي دو 9 اور ا 11 اور لو لاندي انا عندي فرنساوي من الساعه 9 للساعه 11 يوم الاثنين، جو دي جون او سيلف ا ميدي أنا بتغدى في المطعم الساعة 12 ظهرا أو في الظهيرة. نكمل. 13 تون أمي تو دوموند أ كيلير تا جورني سكولير كومونس كيس كي تو دي. صديقك بيسألك في أي ساعة يومك المدرسي بيبدأ ماذا أنت تقول؟ ما جورني سكولير كومونس أ ويتير دي ماتان يوم الدراسي بيبدأ الساعة 8 صباحا، لو بريمير كور كومونس أ ويتير دو ماتان الحصة الأولى بتبدأ الساعة 8 صباحا. 14 تو دوموند
à ton ami quand il a français, qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل صديقك متى بيكون هو عنده فرنساوي، هيجاوبك ويقول لك جي فرونسي لو لاندي، أنا عندي فرنساوي يوم الاثنين، لو ميركوردي وكمان الأربع، إي لو جودي والخميس، جي كور دو فرونسي دو جور بار سومين، أنا عندي فرنساوي حصتين أسبوعيا، جي فرونسي شاك جور، أنا عندي فرنساوي كل يوم. نكمل. والجزء الأخير يا شباب أو قبل الأخير هو الميل، تمام. هنا بيقول لي سالو مرحبا، كيس كي تو ييم أو ليسي، ماذا أنت تحب في المدرسة؟ الإجابة كانت جيم لا ريكرياسيون، أنا بحب الإيه؟ الفسحة، تمام. السؤال التاني كان كومبيان دو ماتيير تو إيتود، كم عدد المواد اللي أنت بتدرسها؟ قال له جو إيتود دي ماتيير، أنا بدرس 10 مواد، تمام. طب السؤال الأخير كان كل ماتير بريفير تو، أي مادة أنت تفضل؟ فهنا قال له جو بريفير لمات، أنا بفضل الرياضيات، وقال له هنا أبلوس، قال له أبلوس. مع السلامة. الإيميل التاني بونجور، صباح الخير، أكيلير تو أريف أوليسي، فأي ساعة أنت بتوصل المدرسة؟ فقال له جاريف أوليسي أويتير، أنا بوصل المدرسة الساعة 8. السؤال التاني كومبيان دو كور تو يا بارجور، كم حصة عندك يوميا؟ جي سيت كور شاك جور، انا عندي 7 حصص يوميا. السؤال الاخير او تو ديجن، اين انت بتتغدى؟ فقال له هنا جو ديجن او سيلف، انا بتغدى في مطعم المدرسه. اوروفوار اوروفوار. تعالوا نشوف الموضوع. هنا الموضوع الاولاني بيقول لي اكتب من 15 ل 20 كلمه. طب الموضوع الاولاني بيتكلم عن ايه؟ بارلي دو تي ماتيير سكولير، اتكلم عن موادك الدراسية. فقال لي هنا أوليسي في المدرسة الثانوي جي ويت ماتير، أنا عندي 8 مواد، جيتود لي مات، أنا بدرس رياضيات، لونجلي إنجليزي، لفرونسي فرنساوي، وبعدين حط لي نقط يعني إلخ. جيم أنا أحب، جيم بكو لي لونج، أنا بحب كثيرا الرياضيات، جو ديتيست لا فيزيك، وبكره الفيزياء. ومن سامعك؟ لا ميزيك الموسيقى، سي ما باسيون، دي يبقى هوايتي، دي لعبتي، عم بخ. نكمل. اتنين، الموضوع التاني بارلي دو تون امبلوا دو تون، اتكلم عن جدول الحصص بتاعك. فهنا قال لي جو في او ليسي، انا بذهب الى المدرسه تو لي جور، كل يوم، سوف لو فوندردي، سوف يعني ما عدا، يبقى ما عدا يوم الايه؟ ما عدا يوم الجمعه. يبقى هنا عنده الاسبوع كام يوم؟ 6 ايام يا شباب، لانه اليوم الاسبوع الدراسي 6 ايام، لكن بياخد يوم اجازه. لو بريمير كور، اول حصه كومونس اويتير، بتبدا الساعه 8، جو ترمين ا 15، انا بخلص الساعه 15 اللي هي الساعه 3، تمام. لو ماردي يوم الثلاث جي دو كور دو فرونسي، انا عندي حصتين فرنساوي. جي سان كور، عندي 5 حصص دو مات بار سومين، عندي 5 حصص رياضيات في الاسبوع او اسبوعيا. وكده يكون انتهى درس النهارده يا شباب. لو شايف ان انت استفدت من الدرس دوت اضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، هتستفيد اكتر واكتر. وكمان ما تنساش تدل زمايلك على القناه، وتعرف ان الدال على الخير كفاعله. كان معكم مسيو خالد الزق من قناه مسيو اونلاين، وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.